صار قصف بالميسر، عدنا ركبنا موتور الكهرباء ورحنا على القطانة. نحن على الطريق نزلت قذيفة ولأبوي تصوبنا وأنا تصوبت. شلنا هذا، اجت سيارة شالتنا على مستشفى دار الشفاء. بعدين من دار الشفاء قالوا لنا صار ميت نص ساعة. ردينا رحنا على دار الشفاء على مستشفى هلال، قالوا لنا صار له ميت ثلاثة أربع ساعة، خذوه بقى على الجبانة. أخذناه على الجبانة دفناه، وأنا تصوبت بإجري قطبوا لي إياها. ليش يعني نزلت القذيفة عنا؟ يعني أو أستاذ ليش نزلت القذيفة؟ يعني ما هو غير بلاد، ليش؟ يعني بس عنا، ما هو غير بلاد يصير هالشي. حتى ليش إنه عم بضربوا علينا؟ ليش ما هو بغير بلاد إنه عم بصير هالشي؟ ليش؟ أنا عندي رفيق اسمه أحمد، ما نلعب أنا وهو كل يوم، ننزل نلعب طابة وما يتركه، ولا يوم من الأيام من هالضرب هاد نزلت قذائف، نزلوا قذائف، ولا هو راح من بيناتهم، ولا أنا حريت كتير وبكيت وما بقى أعرف إيش أسوي، وأتساءل عجب السوا هو من عجب السوا حتى ضربوه السوا هو إنه الشاب أول عمره يموت، ولهلا دفنوك بجبانة قاضي عسكر، ولهلا أنا بروح بزوره، وكل يوم بتحصر على الأيام اللي كنا نلعب فيها مع بعض. أنا عم برسم هاي الرسمة اللي عبر فيها عن هموم الدنيا وأنسى شوي هيك همومي، مثل المي والكهرباء والقصف والخراب هلا عم بصير فينا. نحن نيتنا بس نخلص من القصف، وإن شاء الله بكرة بالمستقبل نحقق أحلامنا كلها، بلكي هيك يعني ربنا يخلصنا من هالقصف والدمار. الله يحميهم. الحرم الغذائي يعني ناكل الاكل الصحي، بيض حليب البان بس الالبان والحليب هدول ما عملوا انهم يعني غاليين، بس كمان جاش النظام عم ما بخلينا طول نجيب شيء اكلات طول ما عم البودي مستر بودي كلهم قيمتين ما غير كلهم لا اكلات. طيب هو عم بيعطي اكلات طحير، ليه ما عم طعمون اكلات الاولاد الغار؟ لانه طيب البيض وهدول منعتونا منهم مشان الجيش الحر عم ياكلوا الاكلات كمان، يعني الجيش الحر ده ياكلون الاكلات يا الاولاد. بابا اشترى لي طنطاي جديده، وبعد راح يجيب لي هي ونزل قذيفه عليه وعلى أخي الصواب. أخي بابا مات، وبعد أمي اشترت لي طنطاي جديدة وعطتني إياها عشان أجي على المدرسة. نحن خرب بيتنا، طلع الخلق لفوق على البناي، بناي رجع طب بيت كنا بيتنا نحن، طلعونا نحن طلعنا وجينا لهون، أجوا الخلق ساعدونا. كلهم ساعدونا، كنا متنا ساعدونا، يامونا بيت وساونا جابونا أكل.